السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا إخواني أخواتي في درس جديد لربح من الإنترنت. إن شاء الله اليوم سنشرح استراتيجية جديدة للربح من الإنترنت وهي عن طريق بديل يوتيوب. سنربح إن شاء الله من هذا البديل بطريقتين. أول شيء نربح دفعات باي بال عن طريق وضع فيديوهات قصيرة لا تتجاوز الدقيقة لكي لا نستهلك الانترنت او لا ناخذ وقت في تحميلها. وايضا سنربح ان شاء الله بوضع كلمات مفتاحيه جيده ومقالات تؤدي الى زياره روابط الافلييت الخاصه بنا، او ان كان لديك موقع مثل مثلا راد بابل او تاسبرينج تعمل عليه خاص بالتيشيرتات ستقوم بالترويج لها بطريقه جيده. وهنا انصحكم بفيديوهين، هو الفيديو الاول والفيديو الثاني خاص بشرح موقع راد بابل بالطريقة وبالتفصيل لربح أكثر من $100 وبالتالي مضاعفة الأرباح. هنا الموقع الذي سنشرحه لبديل يوتيوب بدون شروط، ليس مثل اليوتيوب يطلب منك 4000 ساعة وألف دقيقة عفوا وألف ألف متابع. هنا مباشرة عدد المشاهدات الخاصة بالفيديو تكفي لوضع إعلانات في الموقع وبالتالي عفوا في الفيديو خاص بك، وبالتالي أرباح بدون شروط، ويدفع لي الباي بال والبايونير، وهو موقع يعمل منذ 2005، موقع مشهور جدا إخواني. أيضا قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأرحب بمتابعي القناة الجدد. وهنا ستجدون في القناة أحسن الاستراتيجيات سواء افيليت، يوتيوب، ربح من سي بي اي، انستغرام، كل شيء متوفر هنا، مواقع صادقة، كورسات، فقط زر هذه القناة ستجد آلاف الفيديوهات. مراحل هذا الدرس ستكون كما تشاهدون هنا. أول شيء بديل يوتيوب لربح $100، يدفع لي الباي بال بدون شروط. سنشرح الموقع بالتفصيل مع طريقة تسجيل وكيفية مضاعفة الأرباح، وهنا أؤكد على مضاعفة الأرباح عن طريق الأفيليات أو موقع التيشيرت. أيضا أقدم لكم أفضل موقعين لجلب الفيديوهات بدون حقوق نشر وصغيرة وحسب المجال الذي تعمل عليه. اختر المجال الذي تريد، وما أنصح به هنا سواء مجال الحيوانات لاستهداف الأجانب أو مجال الأفلام. كيف ذلك يا إخواني؟ لا تضع فيلم، فقط مقطع من فيلم معين، يعني التريلر، لكي تشرح مثلا فيلم معين أو أي شيء، سأشرحها في الأخير أعتذر. وأيضا هناك ملاحظة، تأكد من استخدامك لهذه الملاحظة أخي أختي لكي لا تضيع الوقت. هنا قم بتحميل فيديوهات قصيرة، الفيديو لا يهتم بالفيديوهات الكبيرة، وما يهتم به هو عدد المشاهدات. هنا المجال، يجب عليك اختيار مجال خاص بالفيديوهات، لا تضع أي فيديو مثلا فيديو كرة قدم، فيديو ضحك، فيديو رياضة، فيديو خاص بالحيوانات، فقط اختر المجال الذي تحبه أو تريد الاشتغال عليه لكي تستطيع الترويج لروابط الأفلييت وأي شيء في الديسكريبشن. هنا إخواني سنتطرق مباشرة للشرح، وإن شاء الله سأعدكم أننا سنقوم بإنشاء فيديو كيفية الربح من هذه كما تشاهدون الصفحة بطريقة جيدة. لمن يعمل على مجال الأفيليات سأشرح لهم طريقة جيدة للربح من هذه الدوكس كما تشاهدون خاصة بجوجل، فهي مجانية في فيديوهات لاحقة إن شاء الله. نتوجه إلى الشرح. أول موقع وهو تم شرحه من قبل هو موقع كما تشاهدون موقع دايلي موشن. هذا الموقع إخواني من أكبر المواقع ذات زيارات عالية، سنستغل هذه الزيارات إن شاء الله في طريقتين. أول طريقة هي وضع والربح من الإعلانات، وثاني طريقة ترويج لمنتجاتنا أو روابطنا أو أي شيء تريد ترويج. أيضا سأشرح لكم الطريقة الصحيحة لتحميل فيديو احتلال المراتب الأولى. هنا تستطيع وضع التدريبات، موسيقى، مقاطع رياضية، مقاطع الضحك،
أنا اليوم سأستهدف مجال مثلا، تستطيع أيضا استهداف مجال الصحة والأخبار كملاحظة وستربح مباشرة. أنا هنا إخواني سأستهدف مجال مثلا كما تعودنا مجال القطط أو الحيوانات فقط للشرح. وشاهد عند الضغط مثلا على بحث هنا وكتابة كات، تجد فيديوهات فقط صغيرة أكثر أقل من دقيقة، شاهد 30 ثانية دقيقة و18 فيديوهات بسيطة ويربح منها الكثيرون، بالإضافة إلى تصدر نتائج البحث. الكثير يعملون على هذا الموقع، وزيارة شهرية تقدر من 230 مليون أو 32.4 مليون. مثلا أضغط على هذا الفيديو فقط، يعني سنشاهد إعلان هنا خاص بالموقع، الانترنت ضعيفة بعض الشيء. سنختار مثلا إخواني هذا الفيديو، سأقوم بالخروج، فالانترنت ضعيفة هنا كما تشاهدون، الانترنت ضعيفة. شاهد أخي عند وضعنا للضغط على هذا الفيديو كما تشاهد الإعلان في 28 ثانية تستطيع تخطيه. فقط سأوقف الفيديو وأتخطاه لأريكم هذا. هنا عند وصول إلى 5 ثواني كما تشاهدون، تضغط على إن يوري وتشاهد الفيديو كما تشاهدون هنا، فيديو بسيط بسيط جدا خاص بالقطط. سأريكم من أين ستأتون بهذه الفيديوهات. أعود إلى الموقع. الآن نشرح طريقة التسجيل في الموقع إخواني بدون إطالة. فقط تتوجه إلى الأسفل. أول شيء تفتح حساب هنا إخواني بطريقة عادية. ثاني شيء تضغط هنا أو مباشرة توجه للرابط التي سأتركه لك، devenir partenaire يعني كمشترك، تضغط عليها. تجد بعض الشروحات عن الربح وكيفية تحقيق الدخل من هذا الموقع. شاهد مونتيزي مونيتيزر يعني إعلانات في الفيديو الخاص بك، وبالتالي ستربح أرباح جيدة. هنا يقدم لك بعض المعلومات لتحقيق الربح. شاهد هنا الإعلان آتس كما تشاهدون يظهر في الأسفل، كل شيء جيد. ما سنفعله، شاهد الشركات الكبرى التي تدعم هذا الموقع. نحن سنتوجه مباشرة للضغط على كومونسي، وهنا ستضع الإيميل الخاص بك، هنا الباسورد. فقط انتبه للباسورد، يجب عليك وضع علامة من هذه العلامات، حروف صغيرة وكبيرة وأرقام، وتحديد كما تشاهدون تاريخ العمر الخاص بك، وهنا كل تقوم بتحديدها كما هي. أيضا تضغط هنا على الكاباتشا، بعد ذلك تضغط على سانسكري، أو مباشرة إن كان لديك حساب فيسبوك أو جيميل تضغط على جوجل سانسكري أو فيسبوك أعتذر، ثم تفتح حساب. أنا لدي حساب، مباشرة أتوجه إلى الحساب الخاص بي، أضغط سوكونيكتي وأدخل إلى الواجهة. عند دخولك الواجهة ستجد أن الأمر صعب بعض الشيء لتجد الحساب، حساب المشترك الخاص بك. ماذا ستفعل؟ تضغط على ريغلاش ثم اسباس بارتنر يعني مساحة المشترك، وتجد الفيديوهات كما تشاهدون الخاصة بك، وكم عدد الفيديوهات التي قمت بوضعها وكل شيء سأشرحها على حدة. هنا تحميل فيديو، وهنا الميديا الفيديوهات تضغط عليها تجد الفيديوهات. هنا تستطيع بارتاج تيليشارجي ستاتيستيك حسب إحصاءات كل الفيديو على حدة، وهنا متابعة إحصاءات الخاصة بالقناة سواء في 7 أيام 30 يوم كما تشاهدون، 12 شهر يعني عام سنة 2019، وأيضا تحديد بيرسوناليزي هنا لمشاهدة وقت معين تحتاجه أنت. هنا مثلا سأقوم بضغط مثلا 12 شهر. أنا لم أشتغل على الموقع إخواني، ولكن هذا الموقع يقبل المشاهدات، شاهد بدون أي مشكل ستجد الأرباح الخاصة بك هنا. مشكلة الموقع أن السي بي آم تجده عند الأجانب أكثر من العرب، لأن الموقع أكثر الزيارات التي تأتيه من
دول أجنبية كما شاهدنا في هنا تجدها من كندا أو يونايتد ستيت كينغدوم إنديا، كلها أجنبية، فالسيارة سي بي إم ستجد جيد. هنا أيضا هنا ستجد الترافيك سورس، توب ترافيك سورس، من أين تأتيك السيارات، وهنا البلدان، وهنا عدد المشاهدات لكل فيديو خاص بك، شاهد فيديوهات تجد مشاهدات. أيضا كملاحظة يجب وضع الفيديوهات الخاصة بك في أو الترويج في صفحات ومجموعات حسب المجال التي تعمل عليه. هنا من أين تأتيك المشاهدات، وكل شيء هنا متوفر. أيضا شاهد أن الموقع يقدم لك كمحرك بحث 87 زيارة، لم أضع أي فيديو فقط تجريبي، شاهد هنا فقط قمت بإضافة بعض الفيديوهات بدون أن أضع الكلمات المفتاحية أو أي شيء. هنا القناة الخاصة بك، شاهد ستجد بعض المعلومات تستطيع قراءتها. هنا مرحبا بك في برنامج شريك دايلي موشن، بصفتك شريك يمكنك الآن الوصول إلى بعض الميزات والأدوات. يرجى ملاحظة أنه يمكن إبطال وصولك إلى برنامج الشركات الخاص بنا إلى حدى وطائفة. هنا بعض الأمور الخاصة بالموقع أنصحك بقراءتها لكي لا يتم وقف حسابك. أيضا هنا نوتيفيكاسيون أوبسيون أفونسي، تجد بعض الأمور تستطيع ملئها، تراكينج جوجل، كل شيء تستطيع وضع إعلان. هنا النوتيفيكيشن تستطيع تحديدها، وهنا البرانسيبال لوكيشن كما تشاهدون، هنا تغيير القناة تستطيع وضع أي شيء، وهنا تعديل على هذه القائمة، أنصحكم بوضعها أجنبية. أنا فقط قمت بشرحها منذ 6 أشهر أو 7 أشهر لإنشاء قناة دايلو موشن عربية. هنا تستطيع إنشائها فرنسية، تحديد اللغة والمكان، وإضافة الفيسبوك وتويتر والانستغرام خاص بك والبنتيرست لزيادة المشاهدات. وهنا الديسكريبشن، ضع الديسكريبشن الاحترافي، وهنا تستطيع إنشاء صفحات أو ليست، يعني قائمة خاصة بفيديوهات معينة. هنا انتجريسيون خاصة بالموقع الخاص بك، إضافة موقع الخاص بك، أنا لدي موقع قمت بإضافته. وهنا بايمنت، يقدم لك البايمنت سواء بالباي بال، وهنا أدنى حد للدفع وهو $100. أيضا بايونير، تستطيع سحب أموالك عن طريق بايونير. هنا الدولار، كل شيء متوفر في هذا الموقع. نذهب الآن إلى طريق تحميل الفيديوهات. قبل التوجه إلى طريق تحميل الفيديوهات، هنا تجد البلاي ليست، تستطيع الضغط على كرييت وإنشاء بلاي ليست، مثلا فيديوهات خاصة بالقطط. هنا تضغط بست فيديو مثلا ديسكريبشن، تقوم بإنشائها لإضافة فيديوهات خاصة بك في هذه القائمة، وتضغط على سويفون، وهنا تضغط على مانيال تدعو كما هي، تضغط على كريي، بالتالي يتم إنشاء الليست الخاص بك، شاهد الرابط الخاص بها، تضع مباشرة الفيديوهات فيها. انتهينا الآن من شرح القائمة الخاصة بالفيديو. لكي لا يطول الفيديو، يتساءل كثير من أين سآتي بالفيديوهات بدون حقوق ومجانية، وأي فيديو أريد تعديله. تستطيع استهداف اليوتيوب والتعديل على فيديو، أو التوجه إلى هاتين الطريقتين التي أقدمها لك ودائما أنصح بها. أول موقع لم أشرحه من قبل وسأضع له حلقة لوحده كيف نروج فيها روابط الأفلييت، وعبارة عن موقع روسي، الزيارات فيه خرافية، 844.6 مليون، يعني من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي. كل الأفلام تجدها هنا، كل الفيديوهات تجدها هنا. هذا الموقع مشهور، عبارة عن سيرفر. أول شيء تفتح حساب في هذا الموقع عن طريق وضع الإيميل الخاص بك والباسورد واليوزر نيم. بعدها مباشرة ماذا ستفعل؟ مثلا أنت تريد اليوم، سنستهدف طريقة البحث عن فيديوهات خاصة بنا فقط إخواني، ومثلا مجال القطط، أقوم بكتابة هنا كاتس، وأضغط على بحث. بعد الضغط على كاتس بحث، تتوجه مباشرة هنا جيم ميوزيك، تضغط على فيديو، وهنا تستطيع تحديد all فيديو، live فيديو، long فيديو، short فيديو. مثلا نحن نريد استهداف أصغر الفيديوهات، تستطيع أن تجد فيديوهات كبيرة. نحن سنستغل
شورت فيديو يعني 30 ثانية فقط. مثلا هذا الفيديو أنا حملته من قبل في القناة، سأريكم إياه هنا. أضغط على ميديا، شاهد هذا الفيديو وضعته، لدي 3 مشاهدات. مثلا هذا الفيديو فقط 15 ثانية. تضغط على تراديكسيون لتفهم العنوان الخاص به، هنا كما تشاهدون تستطيع مشاهدة الفيديو، وتستطيع اختيار أي فيديو تريد. تجد آلاف الفيديوهات، مثلا نكت مع قطط وحيوانات أخرى، هنا فيديو في دقيقتين، هنا سنستعد فيديوهات صغيرة فقط. مثلا هذا الفيديو أقوم بالضغط عليه، بعد الضغط عليه ستنبثق هذه النافذة. أضغط على إيقاف وأتوجه إلى لينك هنا كما تشاهدون، أضغط على كوبي لينك، مباشرة تم نسخ الرابط. سأترك لكم أيضا هذا الموقع إخواني لتحميل أي فيديو من أي موقع تواصل اجتماعي فقط بوضع الرابط هنا والضغط على تيلي شارجي. تظهر هذه الواجهة، بعدها تنزل إلى الأسفل ستجد الكثير من الفورمات الخاصة بالفيديو. نحن سنقوم بتحميله بجودة جيدة مثلا HD، أضغط عليها وأنتظر. إن لم يتم تحميل ماذا أفعل؟ أخرج وأعيد الكرة. فقط ستجد الفيديو كما تشاهدون يتم تحميله بطريقة جيدة وسريعة. الطريقة الثانية للحصول على فيديو، مثلا أتوجه إلى الانستغرام، كلنا نعرف حسابات الانستغرام أكثر من 4 بليون عفوا فاصل 90 زيارة شهرية. معظم الأشخاص فنانون مهندسين رجال أعمال يستعملون هذا الانستغرام للعمل. نحن نحتاج فقط المجال الذي تريد سواء رياضة أو أي شيء، فقط قم بكتابة المجال الذي تريد. مثلا أنا مجال القطط، أقوم بكتابة كاتس وأضغط على فيديو، أيضا أقوم بكتابتها وأختار هنا. شاهد هنا طريقة البحث، هنا 160,994 بيبليكاسيون يعني منشور، أضغط عليها. هنا الكثير من المنشورات خاصة بآلاف الأشخاص، فقط تختار أي منشور. مثلا هذا المنشور خاص بشخص وهذا خاص بشخص آخر وهنا شخص آخر، ليس لشخص واحد. هنا يعني إخواني لمن يعرف الهاشتاج، كل الهاشتاجات الخاصة بهذه الكلمة. أضغط مثلا على هذا الهاشتاج، هنا وجدت هذا الشخص يضع هذا الفيديو، أضغط هنا. بعدها أقوم بنسخ رابط من هنا من الأعلى، أقوم بنسخ عفوا هي نعم، أضغط على النسخ لهذا الرابط كوبي. ماذا أفعل؟ أتوجه إلى موقع شرحته أكثر من مرة تقريبا 5 مرات، جرام صاف، يقوم بنسخ كل البروفايل الخاص بأي شخص وتحميله بدون أي صعوبة. أضغط على الداون، ستشاهدون إخواني كل الفيديوهات المتواجدة لهذا الشخص أصبحت ملكك. تستطيع فقط مثلا هذا الفيديو، أضغط على الداون يتم تحميل مباشرة. هنا صورة، هنا فيديو، أضغط على الداون يحمل الصور والفيديوهات. شاهد تم تحميل هذا الفيديو القصير. أستطيع أيضا تحميل هذا الفيديو بطريقة سهلة. ماذا أفعل الآن؟ قمنا بتحميل فيديوهات كما تشاهدون، موقع لتقديم أفضل فيديوهات بدون حقوق. انتهينا من شرح الموقع، والآن قدمت لكم أفضل المواقع. الآن سنحمل فيديوهات قصيرة في الموقع. نتوجه إلى البارتنر أو واجهة الشريك، أضغط على أبلودر، وهنا تابع جيدا كيف سأقوم بوضع الفيديو. هذه الطريقة ستمكنك من تصدر نتائج البحث بطريقة سهلة. ما ستفعله، تضغط على سيليكشن ديفيشي أو تقوم بسحب الفيديو مباشرة. مثلا أنا سأختار هذا الفيديو أظنه جيد، أضغط على أوفرين، الفيديو قصير يتم تحميله مباشرة، وإن شاء الله إن حقق مشاهدات ستقوم بربح من المشاهدات. أيضا قم في بداية الأمر بترويج الرابط الخاص بك، هذا الرابط في الفيسبوك وخاصة جروبات حسب المجال الذي تشتغل عليه. أول شيء تقوم بتحديد اللغة، مثلا هنا أنا سأختار اللغة الإنجليزية. شاهد هنا سأبحث عن اللغة الإنجليزية، كل اللغات متوفرة، إنجليش هنا
هناك مشاهد انجليش. هنا الكاتيجوري مثلا انا فيديوهات خاصه بالحيوانات، اضغط على اجوتي بلاي ليست، تظهر هذه القائمه التي انشاناها منذ قليل، اضغط عليها. انتهينا الان. هنا بيبليك دعها كما هي. يبقى الديسكريبشن اخواني وهو شيء مهم، تابع كيف ساربح مرتين او ثلاث مرات. اول شيء لدينا مثلا موقع راد بابل، نقوم بالاشتغال عليه، شرحته في القناة هنا. لمن لم يشاهد الشرح، جزئين لشرح موقع راد بابل ستجدهم هنا، سأترك لك رابط الفيديوهين. هنا الجزء الأول وهنا الجزء الثاني، طريقة الترويج. هنا شرح الموقع، هنا الترويج، تستطيع استهداف طريقتين. هنا أيضا طريقة ثالثة خاصة بهذا الموقع. أول شيء ستتعلم كيف ستنشئ حساب هنا، بعدها بعد التعلم إنشاء حساب أو أي موقع تشتغل عليه خاص بالتيشيرت أو الأفيليات، ماذا سأفعل؟ أتوجه إلى موقع راد بابل، أضغط هنا للحصول على الرابط الخاص بي، كري لو برودكت. هنا إخواني في فيديو سابق هنا قمت بشرحه، وجدت بعض الأشخاص قاموا بوضع تعليق أنني قمت بتعليم على بريفي، يعني لا يظهر للأشخاص، وانا اؤكد انه خطا من ليس خطا في الفيديو، لان الطريقه صحيحه كما شرحتها. لماذا؟ هنا اخواني عند الضغط على المنشور الذي وضعته في هذا الفيديو، هذا هو كما تشاهدون، تضغط هنا اول شيء، تضغط مثلا فوار اوفرير، ستشاهد ان الرابط يظهر لك، ولكن كما تشاهدون الثمن يظهر. لماذا قلت لكم اخواني؟ فقط تأكد، وهنا كل شيء عملته في الموقع صحيح، سأثبت لكم مصداقية الشرح الخاص في هذا الفيديو. أول شيء أعود إلى راد بابل، أضغط على موديفي، بعدها إخواني كل شيء جيد، تستطيع إضافة الكثير من اللغات. هنا أنزل إلى الأسفل، أقوم بتعليم على أكتيفي هنا كما تشاهدون أكتيفي. هنا إخواني تابع جيدا لأشرح لكم إخواني، هنا كل شيء جيد. هنا الأديلت، الفيديو ليس لمحتوى غير مرغوب فيه. هنا سأقوم بترجمة هذه الجملة، كنترول كي. تشاهدون من يمكنه مشاهدة هذا العمل. هنا عند الضغط على فو، يعني فو إخواني ما معنى فو؟ يعني أنت فقط ستشاهد هذا العمل، أنت فقط. وهنا تو لو مونت بيبليك، هنا سولمون بريفي إخواني، لكي يفهم الكثير ما معنى هذه الكلمة، لا غير، يعني إلا البريفي، الأشخاص البريفي. هنا يعني ما يهمنا، دعك من هذه الكلمة، انظر تو لو مون بيبليك. عند الضغط مثلا على فو والضغط هنا، أضغط على اون ريجستري، شاهد لا يتم القبول، ولكن يجب عليك وضعها كما هي لكي يتم قبول المنشور الخاص بك ويظهر كما تشاهدون. هنا هذا هو المنشور الخاص بنا كما تشاهدون، سأقوم بأخذ الرابط الخاص بي. هنا قمت بالعمل برودوي، نفهم دقيقة فقط، لم يتم تنشيط المنشأ الذي حددته للعرض الافتراضي، يرجى تحديد منتج نشيط، هذا المنتج غير نشيط، سأقوم بتعليم أيضا هنا، كل شيء جيد. هذا هو الرابط الذي سأروج له، كوبي لو ليو. انتهينا إخواني، أقوم بتفقده في نوفال بريفي، فوناتر بريفي، أضغط هنا. كما تشاهدون المنتج يظهر إخواني، هذا هو التصميم، فقط تريد أخذ المنتج، مثلا هذا منتج خاص بي أو هذا القميص، أضغط عليه، هنا سيظهر الثمن، شاهد ثمن هذا المنتج. أقوم بنسخ هذا الرابط مثلا كوبي، وأتوجه إلى موقع بيتلي إخواني، الجميع يعرف موقع بيتلي. سأعود إلى متصفح كروم، مثلا موقع بيتلي، لأختصر الرابط سأريكم ما أفعل به. هنا موقع بيتلي، عفوا، سأقوم بفتح نافذة أخرى وأقوم بكتابة بيتلي هنا. أنا أشرح إخواني
بدون مونتاج بدون أي شيء، مباشرة كل شيء مباشرة. أضغط على كولي وأضغط على شورتن وكوبي لوليو. عند وضعي مثلا الرابط هنا لنتأكد أنه يعمل، أضغط على كولي. شاهد الموقع ظهر، التي شيرت أيضا المنتجات الخاصة بي، توجد 17 كولر، كل منتجات متوفرة خاصة بي. هنا صاحب المنتج أنا كما تشاهدون، وأيضا تستطيع الترويج لهذا المنتج وبالتالي التصميم خاص بي كما تشاهدون، كل شيء متوفر. هنا انتهينا من الرابط. ما نتوجه إليه الآن؟ نتوجه إلى جوجل تراديكسيو كما تعودنا. أول شيء سنقوم بكتابته هو الترويج للقميص الخاص ب المجال الذي نعمل عليه. مثلا كما تشاهدون إخواني، مثلا نيو شورت، أقوم بكتابة نيو شورت فور كاتس، أضغط على نسخ، أتوجه إلى الديسكريبشن الخاص بالفيديو. أول شيء أقوم بوضعها هنا وأقوم بوضع علامتين لكي يفهم الشخص. مثلا هاته العلامتين، عفوا، مثلا هاته العلامتين، وهنا أضغط على نقطتين وأستطيع وضع الرابط الخاص بي. هذا الرابط الخاص بالتيشيرت قمت باختصاره في بيتلي هنا، عفوا سأعيده مرة أخرى. هنا كما تشاهدون هذا هو الرابط، أقوم بنسخ الرابط والتوجه إلى الموقع وأقوم بوضع الرابط هنا كما تشاهدون. انتهينا إخواني، وضعنا الرابط. ماذا سنفعل الآن؟ تبقى شيء مهم، ما أنصحكم به هو التوجه إلى هذا الموقع. مثلا is an article، شرحته الكثير من في كثير من الفيديوهات. مثلا أقوم بكتابة best cats كما تشاهدون هنا. تضغط على بس كات وتضغط على سيرش، تقوم بوضع اي اختيار اي موضوع. مثلا هذا الموضوع خاصة باحسن اكلات القطط للصحة الجيدة، اضغط على هذا الموضوع. اول شيء اقوم بنسخ العنوان واقوم بالتوجه الى الفيديو. هنا اقوم بكتابة عنوان كما تشاهدون، ايضا تعليمه بعلامتين لكي يظهر. وهنا ماذا أفعل إخواني؟ أقوم بنسخ المقالة كلها كما تشاهدون إلى غاية هنا، أضغط على كوبي، أقوم بفتح إخواني كما تشاهدون نوت باد، وأقوم بوضع المقالة هنا. لماذا؟ لكي أحذف الرابط الخاص بالموقع، وأضغط على سيليكسيوني تو مرة أخرى، أقوم بنسخها، أتوجه إلى الفيديو الخاص بي وأقوم بوضع المقالة هنا كما تشاهدون. مقالة فيها آلاف الكلمات المفتاحية إخواني، ستجعلك تتصدر نتائج البحث. يجب عليك أن تعمل هذه الطريقة لكي تظهر في محركات البحث. أي شخص يبحث عن القطط أو أي مجال خاص بالقطط ستقوم بتصدر نتائج البحث. بعدها إخواني ماذا سنفعل؟ الآن سيأتي دور مهم، وهو مثلا أنت تشتغل على أي مجال، عفوا أي شركة أفلييت، سواء ديجي ستور، مثلا كليك بانك، أي شركة، واريور بلاس. ماذا تفعل إخواني؟ تقوم بالتسجيل في الشركة الخاص بها بك، وأيضا مثلا كليك بانك أدخل إلى الحساب الخاص بي، شرحتها من قبل، سأضع لكم روابط الخاصة بكليك بانك وواريور ديجي ستور أو واريور بلاس. أضغط على ماركت بليس، وهنا أختار مثلا أقوم بكتابة كاتس، أضغط على بحث، هنا لا توجد. إن لم تجد ماذا ستفعل؟ تتوجه هنا وتقوم ب food and drink، تبحث عن مجال الحيوانات، لا توجد هنا. أذهب إلى كليك بانك، أدخل إلى كليك بانك وأعود إليه. هنا أقوم بكتابة cat كما تشاهدون في كليك بانك، وأضغط مثلا على gravity لكي أتصدر نتائج البحث. أجد هذا العرض،
أو أبحث أيضا، سأبحث على كثير من العروض. هنا كما تشاهدون كات سبرينج، كما تشاهدون عرض خاص بالقطط، وهنا أيضا الكثير من العروض ستجدها. أختر أي عرض خاص بالقطط إخواني أو المجال الذي تشتغل، مثلا هذا العرض سوليسيون هنا 25 كأرباح. أقوم بأخذ الرابط والضغط على جينيريتر، أقوم بنسخ الرابط، أتوجه إلى بيتلي بطريقة سهلة، أقوم بنسخ الرابط والضغط على شورتن، أختصر الرابط كما تشاهدون، أتوجه إلى الفيديو هنا، هنا أقوم بضغط كليك دو لينك، مثلا دو لينك، عفوا مثلا كليك، هنا سأقوم بحذف هذه الجملة الأخيرة لأن لا يجب عليك أن تتجاوز 3000 كلمة. أضغط على كليك دو لينك، تو انفو، وتقوم بوضع الرابط الخاص بك مثلا كنترول في، يتوجه الى الرابط، سيجد موضوع، اي موضوع، اي مجال تعمل عليه انت. هنا ايضا تقوم بتصحيح بعض الاخطاء كي يظهر احترافي. بعدها لا تعلم على هذه العلامة، دعها كما هي. الان انتهينا من كل شيء. هنا تضغط على بيبلي. تم نشر الان الفيديو اخواني بنجاح. تقوم بنسخ هذا الرابط مثلا كما تشاهدون، هذا هو الرابط الفيديو الخاص بنا، كوبي، تتوجه مثلا الى نافذة، نافذة كما تشاهدون مخفية لكي نشاهد العرض الخاص بنا. هذا هو الفيديو الخاص بنا، فيديو لست ثواني فقط. هذا هو الفيديو، شاهد هنا اخواني، تابع جيدا. هنا نيو شيرت، مثلا تستطيع التعديل وكتابة تي شيرت فور كاتس 2020. عند الضغط هنا مباشرة ينتقل إلى موقع راد بابل، تابع معي هنا لمن يريد اشتراء التي شيرت أي لون يريد، كما تشاهدون أحمر، كما تشاهدون أي شيء يريد سيجد متوفر هنا، أيضا هذا اللون، أيضا هناك الكثير من المنتجات الخاصة بي، التيشيرتات كما تشاهدون، أيضا منتجات أخرى، وبالتالي أي منتج يشتري منه سأربح أرباح من موقع راد بابل. وأيضا هنا الكلمات المفتاحية كلها متوفرة لأنها من موقع أحسن موقع للمقالات. هنا فقط تابع معي اللينك الخاص بنا، اضغط على هذا الرابط لمشاهدة مزيد من المعلومات، اضغط عليه مباشرة سنتوجه إخواني إلى شاهد عبارة عن دروس خاصة بالقطط وكل شيء القطط، ثمنه إخواني شاهد، هذا عبارة عن كورس خاص بالقطط ثمنه أكثر من، سنشاهد هنا البداية ب37، أنا سأتحصل على أرباح تقدر بهنا إخواني ب25.12، وكما تشاهدون هنا ب37، وبالتالي سنضمن مبيعات بفيديوهات لا تصل إلى 6 ثواني أو 30 ثانية. وهنا تأكد أن أحسن طريقة لوضع الكلمات المفتاحية هي هذه الطريقة. بالتالي الآن شرحنا كيف سنربح من موقع راد بابل، وأيضا سنربح إخواني من موقع بارتنر كما تشاهدون، عفوا دايلي موشن، عند الضغط على ميديا. أنت الآن قمت بوضع الفيديو، ما ستحتاجه أيضا ربط الحساب خاص بك بكل الحسابات، مثلا اضغط على بارتاج، استطيع نسخ الرابط الخاص بي والترويج، او مباشرة ضغط مثلا على الفيسبوك يروج مباشرة. يجب عليك ربط الموقع بالفيسبوك الخاص بك، مثلا فقط تجريبيا ساقوم بوضع الفيديو الخاص بي هنا والضغط على النشر، ايضا ساقوم بنشره في موقع شاهد تم نشر منشور، مثلا بانترس الخاص بي، اضغط على بانترس واضغط على اوتوريزي لانني استخدم هنا كما تشاهدون بانترس، ايضا شيء جيد. هنا تقوم بالويت لوز، مثلا تقوم بانشاء كري ان تابلو خاص بالقطط مثلا كاتس ستايل،
أو كاتس كما تشاهدون، أضغط على كاتس وهنا التاريخ مثلا كما تريد. بعدها تنزل إلى الأسفل وتقوم بالضغط على بارتاج، أيضا تويتر و تيمبلر وتويتر، تستطيع وضع في تويتر لجلب الكثير من الزيارات. بعد اشتهار القناة الخاصة بك ستقوم بجلب أرباح كثيرة وكثيرة وستشاهد عدد المشاهدات. أيضا عند البحث في جوجل إخوان نسينا شيء مهم، هو التعديل على العنوان شاهد أخي، تضغط على موديفي مثلا هنا العنوان شاهد، ما هو هذا العنوان نسيت تغييره، مثلا بست فيديو كاتس اتش دي مثلا 2020، هذا هو الفيديو، اضغط هنا على ببلش ليتم التعديل. الان سيظهر الفيديو الخاص بنا كما تشاهدون، العنوان الخاص به وهنا العنوان 3 مشاهدات، هنا المشاهدات ستاتيك ايضا من نفس عفوا من الموقع بحد ذاته، ايضا من تاتيك المشاهدات من جوجل وهو شيء جيد. هنا سنقوم بمشاهدة إن تم أرشفة الموقع الخاص أو الفيديو الخاص بنا، نضغط على أوكي. يتطلب بعض الوقت إخواني لأرشفة الفيديو والظهور هنا في النتائج البحث، تضغط على بلاي ليست ستشاهد الفيديو الخاص بك، سيظهر بعد يوم أو يومين ستجده يظهر في نتائج البحث الأولى. هنا انتهينا من الشرح، أرجو أن يكون قد أعجبكم الشرح. ايضا اخواني كما تشاهدون اقوم بوضع دروس عبارة عن كورسات، لا تبخلوا علينا بزر لايك، ايضا تعليق يحفزنا اخواني، واي تساؤل كل الحسابات خاصة بي اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.